السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامجكم أسئلتكم تهمني. هناك سؤال يقول: الله يجزيك خير الجزاء، أنا مريضة منذ سنة ونصف وعندي ألم شديد بالرجل اليسرى، أحس به شيء يمشي ولا أستطيع تني الركبة حتى صلاتي من جلوس، وأحس بجسمي يهتز في منامي واليقظة كالكهرباء وألم، وعند الأخت من زوجي لا أحس بشيء نحو الآلام أثناء الدورة ونزيف، إذا كنت نائمة أستيقظ وأنهض مرعوبة وأحس كلب يريد يطلع من بين ضلوعي وخيفة، كل هذا أثر علي في عملي التسلل لحد الآن توجعني خاصة الجهة اليسرى. الله المستعان، هذا الشيطان يسكن عندك في الجهة اليسرى، ولذلك تشعرين به في المكان الذي عندك فيه العملية لأنه يسكن في الجهة اليسرى. والله المستعان. والأماكن، والله المستعان، والأماكن التي يحبها الشيطان أن يسكن فيها هي المبايض والرحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو الجهة اليسرى تحبها الشياطين اليهود والنصارى والكفار والملحدين. ركزي على شيء، هذا يدل على أن هناك في أغلب الأحيان هو سحر مرشوش، والله المستعان. لذلك هو الذي يسبب الألم في الركب، وفي عندما لا يستطيع الإنسان أن يثني ركبته فإنه من أعراض السحر المرشوش، لأن السحر المرشوش قد تكون أعراضه إلى حتى على الجسد، وذلك السحر المرشوش يؤثر كثيرا على أسفل الظهر، ويؤثر بإذن الله على الركاب والأوراك، ويؤثر على الأقدام والساقين وحتى أسفل الأقدام، وقد يسبب السحر المرشوش الإكزيما والصدفية في الأقدام والساقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يا إخواني أخواتي، بالنسبة للأخت أنها تقول تشعر بآلام شديدة من سنة ونصف، وتشعر أنها تنفر بينها وبين زوجها، كنت تريدين أن تقضي على هذا المس العاشق الذي هو يريد أن يسبب لك التفريق بينك وبين زوجك، وفي أغلب الأحيان على ما أظن أنه دخل مسيح التفريق بين الزوجين. ركزي بإذن الله تبارك وتعالى سورة البقرة، عليك أن تقرأيها يوميا بإذن الله تبارك وتعالى، وتقرأي بإذن الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، حتى تكمل الآية بإذن الله تبارك وتعالى حتى الأخير بإذن الله تبارك وتعالى. قرأي سورة البقرة مرة واحدة ثم قرأي واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخر الآية بإذن الله، اقرأيها بقدرة الله السميع العليم 60 مرة، 70، 50 أو 40 أو 30، فلا بأس إن شاء الله، وحتى إذا قرأتها 100 مرة أو 90 أو 80 فإنك ستؤثرين على هذا المس العاشق. وقولي بإذن الله تبارك وتعالى: اللهم، قولي في الأخير عندما تنتهين من هذه الرقية، قولي: اللهم اجعل كل كره وكل نفور يسببه المس العاشق، اللهم اجعله بيني وبين زوجي محبة وعطفا وحنانا، اللهم اجعل كل كره يسببه المس العاشق بيني وبين زوجي، اللهم اجعله ينقلب محبة وعطفا وحنانا. حاولي إن شاء الله أن تكتبي هذا الدعاء، وسأكتبه لك بإذن الله تبارك وتعالى على الشاشة، أن تقرأيه 20 مرة، 30، 40، 60 مرة، 80، بعد أن تنتهي من هذا البرنامج الذي أعطيته لك، فإن هذا الكره والنفور سيذهب بينك وبين زوجك، وتعذبين هذا المس العاشق بهذه الآيتين، وإن شاء الله حتى يحترق بقدرة الله السميع العليم. ولا بأس إن شاء الله أن تكرري الآية الأخرى إذا كان هو يتحرش بك، الآية الأخرى وهي التي يقول الله عز وجل فيه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حتى تصلي الآية الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. إذا كررتها بإذن الله تبارك وتعالى كذلك 20 مرة، 30 مرة، 40، بعد في كل برنامج أو حتى 50، فإن هذا المس العاشق الزاني سيتعذب حتى يخرج بقدرة الله السميع العليم. أقول قولي هذا، والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.